وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الناس يسألني عن هذه العبارة، سائل كريم فاضل، ومكتوب بوست مكتوب: لو جزمة أبوك لسه موجودة جنب الباب بوسة واعرف أن طول ما هي موجودة أنك مسنود على جبل وجبل قوي كمان. نقول هذا كلام باطل، كلام غير صحيح، وهذا فيه والعياذ بالله من الشرك الذي لا يعلمه كثير من الناس، وهو ما يسمى بالتبرك بآثار الموتى. يا إخوان اعلموا جيدا، الله يرضى عليكم، لا يجوز التبرك بآثار أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما دون ذلك أي تبرك بآثارهم فهو بين شرك أكبر وشرك أصغر. إذا كان يظن أن هذه الجزمة هي عبارة عن جبل قوي ينسند عليه وتؤثر بذاتها، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإذا كان يظن أنها سبب في أن تسند له أموره إلى غير ذلك، فهذا شرك أصغر والعياذ بالله. فهذه الجملة ضلال مبين، انتبهوا يا أخوان، الله يرضى عليكم، انتبهوا، حفظكم الله ورعاكم وكفاكم وآواكم، الله يرضى عليكم. والبر أخي الحبيب ليس بأنك تبوس جزمة أبوك الميت، البر قال صلى الله عليه وسلم، يا أخوان احنا عندنا القرآن والسنة، يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول: فسارعوا إلى ذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ابن آدم نكرة مضافة تدل على العموم، أب أم زوج زوج أي حد مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، علم تركه، ولد أو صدقة جارية، أو ولد صالح، يعني ذكر أنثى، يوصف الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثى، يدعو له، مو قال يروح يبوس جزمته. شيء عجيب، احنا بعض الناس احيانا عنده نوع من الغلو ونوع من الجفاء ويظن ان هذا ينفع الميت او ينفع الحي. لا لا، هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحي. وهذا ديننا دين عظيم نزل بالتوحيد. اول آية، اول امر في القرآن اياك، قول ربنا عز وجل: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، آية 21، وانت تدعو في اليوم 5 مرات: اياك نعبد واياك نستعين. أعظم شيء وأول آكد على العباد توحيد الله عز وجل، هذا أول حق على العبيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خذ عندك هذا الحديث الذي ينتفع به الميت، يعني مثل هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع يا أخي الحبيب حتى تعرف إن ما هو الذي ينفع والدك في قبره بعدما مات رحمه الله رحمة واسعة. خذ هذه الأعمال وعملها وسويها. هذا الحديث عن أبي هريرة وعن أنس في صحيح الترغيب والتغريب للشيخ الألباني: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، يعني وفي رواية: أو أجرى نهرا، أو بيت ابن أو بيت ابن السبيل، يعني خلى له بيت وقف، يعني أو الصدق، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر بعد موته، مو قريب جزمته. خذ هذا الحديث أيضا عن أنس: سبع تجري العبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو نهرا أكرى، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه الأشياء التي ينتفع بها الأموال، وليس هذا الغلو الذي نحن نقع فيه أيها الكرام الفضلاء بمثل هذه الرسائل. وهذا الحديث أخرجه البزار وابن أبي داود في المصاحف وابن حبان في المجروحين، والمنذر ذكر في الترغيب والتغريب، صاحب العلامة الألباني حسنه بمجموع الطرق لغيره، مجموع الطرق لغيره. هذا هو الذي ينبغي، أما مثل هذا الرسائل فإنها لا تجوز. أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحمنا برحمة الأبرار وأخي وعمي وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واحفظ والدتي على طاعتك يا رب العالمين، وارزقني كرها، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا حب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. وصلنا عليه الحمد لله وصحبه وسلم، أخرج دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحدث صوتيا في عشية يوم الخميس، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه صيام سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لسبع خلونا
من شهر صفر بعام 42 و400 ألف نية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.